إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. التكاليف، كل مرة حد يتكلم يسأل عن التكاليف، والتكاليف موجودة قدام حضراتكم. آدي صفحتنا على الفيسبوك، لو نزلت على أول منشور، شايف أول منشور أهو، هتلاقي الأسعار اللي في الدنيا كلها والمعلومات اللي في الدنيا كلها والعنوان اللي في الدنيا كله، أول منشور على الصفحة. طيب حضرتك في البوست ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ادي صورة وادي صورة وادي صورة وتمن صور هنا، تمام؟ علشان تفتح كل واحدة لوحديها تقوم دايس دبل كليك على الصورة. حضرتك هيفتح لك أول صورة أهي، تمام، اللي هي التكلفة بتاعة العلاجات بدون جراحة للغضروف والفقرات. كل حاجة مكتوبة جنبها بالدولار قد إيه، كل حاجة مكتوبة بالمصري والدولار عشان الإخوة الغير المصريين يبقوا مطمنين إن السعر المصري هو زيه بالدولار، وعشان يقدر يحسب فلوسه مفيش أي اختلاف تقريبا، تمام. ده السعر التقريبي ما بين الجنيه المصري والدولار، تمام. فحضرتك لو هتعمل حقن وهتقول لي طب أنا هعمل إيه لما تشوف الدكتور؟ يا أخي هيقول لك أنت هتعمل إيه لما تشوف الدكتور، هتعرف. لكن الحقن مع التردد لناحية واحدة 8000 جنيه، اللي هي 500 دولار. القسطرة لما بنعمل تسليك لقناة النخاع الشوكي بنزود 5000 جنيه، يعني 320 دولار. لما بيكون في خشونة في الفقرات على الناحية اليمين أو الناحية الشمال، الناحية بنزود فيها 2000 جنيه، اللي هو 130 دولار. طب عايز الركبة، بص تدوس على هنا يجيب لك التكلفة بتاعت الركبة، المادة الجيلاتينية بتاعت 3 شهور بالمصري وبالدولار، 6 شهور بالمصري وبالدولار، سنة سنتين بالمصري والدولار، معاملات النمو بالمصري والدولار، تردد الحراري بالمصري والدولار، التكلفة للركبة الواحدة. الموضوع بسيط جدا، تدوس على السهم تلاقي مفصل الفخذ الحقن ومعاملات النمو، تدوس على الناحية دي تلاقي مفصل الكتف، طبعا المفصل الواحد بالمصري والدولار، تمام. ندوس تاني نلاقي الشوكة العظمية في القدم بالمصري وبالدولار. حضرتك ندوس هنا المفصل الحرقوفي بالمصري وبالدولار، نفس السعر طبعا المصري زي الدولار، تمام. ندوس تاني نبص نلاقي البرولوثيرابي او حقن الاوزون. ندوس تاني نلاقي رقم التليفون، نرجع تاني رقم التليفون مكتوب ومواعيد اللي احنا بنستقبل فيها المكالمات. ندوس تاني ادي العنوان اللي حضراتكم بتسألوا عليه. ندوس تاني الكشف بكام. ندوس تاني هنعيد كل حاجة من الأول تاني لو احنا دوسنا. خلاص، أتمنى تكون رسالتي وصلت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.